والله هو ده تالت فيلم سينما، بس بالنسبه لي يعني يا رب يا رب يكسر الدنيا. انا بحب الفيلم ده جدا. طبعا تعامل مع استاذ كريم واستاذ ماجد واستاذه غاده وطبعا استاذه نسرين واستاذ بيومي. طبعا ده استاذ بيومي انا اشتغلت معاه كتير جدا، بس طبعا كل مره بحب التعامل اكتر معاه، وتجربه مختلفه شويه، بس يا رب يعجب الناس. كمان فكره الكتابه البرنامج، احنا طبعا كنا شايفينك مع باسم يوسف مكسر الدنيا النهارده في السينما، طبعا الموضوع اكيد مختلف بالنسبه لك. مختلف طبعا، كتابه البرامج غير المسلسلات غير السينما، والثلاثه غير بعض خالص. الفيلم كوميدي اكتر ولا اجتماعي؟ يعني كلمنا عنه شويه. هو فيلم كوميدي بس الجزء الاجتماعي فيه موجود كويس يعني. بس يعني هو بين الزوجات، فعلا الازواج والزوجات بنوع او باخر، مش عارف احرق الاحداث يعني، بس هو بنوع واخر. كمان قدمت برنامج، قول لي انت مشدود لايه اكتر، للكتابه ولا تقديم البرامج ولا التمثيل؟ كتابه طبعا. ابتديت تكتب حاجه جديده؟ بكتب مسلسل ان شاء الله لرمضان مع استاذه دنيا سمير غانم واخراج استاذ خالد حلفاوي، نازل باذن الله في رمضان. اشتغلنا يعني داخلين تصوير قريب، لا لسه مش عارفين اسمه. ايمن انت بتكتب لوحدك ولا ورشه معاك؟ والله حسب، بتتغير يعني، في احيانا بكتب معايا ورشه وفي احيانا بكتب لوحدي. عايز اعرف برضو الكتابه الكريم عبد العزيز خاصه ركزت على ايه في النقطه؟ طبعا بصي هتكلم بقى في المسؤوليه، ان هو استاذ كريم راجع بعد 4 سنين وراجع يعمل كوميدي، فدي برضو مسؤوليه كبيره قوي قوي عشان الفيلم يعجب الناس، بس كانت من الطف والذ التجارب اللي انا اشتغلتها بصراحه. متوقع ايه للموسم السينمائي ده؟ متوقع الفيلم يعمل يا رب يا رب يعجب الناس، ده اهم حاجه، لان هو ده اللي احنا بنعمل الفيلم عشان ان هو يعجب الناس، ويا رب يوصل لهم اللي احنا عايزين نقوله.